قتل ما لا يقل عن 17 عنصرا من هيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السوري لتنظيم القاعدة في ضربة جوية بريف إدلب الغربي. الله أكبر! يبدو أن سماء سوريا لم تعد حكراً على الطائرات الروسية وطائرات قوات الحكومة السورية، حيث باتت مؤخراً الطائرات الأمريكية تحلق في شمال غرب البلاد مستهدفة مناطق ومواقع المجموعات الإرهابية هناك. المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن مقتل 17 عنصراً من هيئة تحرير الشام الإرهابية الذراع السوري لتنظيم القاعدة خلال غارة جوية شنها الجيش الأمريكي على شمال غرب سوريا. من جهتها أكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان أن قوات الجيش الأمريكي شنت غارة على محافظة إدلب شمال غرب سوريا، مضيفة أنها استهدفت مجموعة من كبار مسؤولي تنظيم القاعدة كانوا مجتمعين هناك. القيادة الأمريكية شددت في بيانها أن القضاء على هؤلاء الإرهابيين سيقلل من قدرة هيئة تحرير الشام الإرهابية على تخطيط وتنفيذ هجمات تهدد المواطنين الأمريكيين وشركائهم والمدنيين الأبرياء. مصادر إعلامية قالت إن من بين القتلى حمود سحارة الذي شغل سابقاً منصب ما يسمى بأمير قطاع حلب، وأبو طلحة الحديدي القائد السابق لما يعرف بقطاع البادية. المصادر أضافت أن هذين الشخصين أسسا بعد انشقاقهما عن هيئة تحرير الشام الإرهابية قبل أشهر ما تعرف بكتائب الفتح، والتي هي من ضمن التشكيلات العسكرية لغرفة عمليات فثبتو التي تضم فصيلة حراس الدين الإرهابي وفصائل أخرى. هذا وتنشط الفصائل المصنفة على قوائم الإرهاب العالمي في إدلب ومحيطها بكثرة، ويرى خبراء في شؤون الجماعات الإرهابية بأن العلاقة بين النظام التركي وتلك التنظيمات اتسمت على مدار السنوات السابقة بعلاقة تبادل مصالح. وبناء على هذه العلاقة حاول النظام التركي التملص من بعض بنود اتفاق سوتشي بخصوص إدلب نهاية عام 2018، ورفض كل المحاولات الروسية لتصفية الهيئة عسكريا، لدرجة أنه فضل الزج بثقله العسكري في معركة إدلب الأخيرة بدلا من التوجه نحو القضاء على الهيئة وفق رأي متابعين. حول هذا الموضوع مباشرة معنا من الحدود السورية التركية الكاتب الصحفي مصطفى النعيمي، وأيضا ينضم إلينا من القاهرة عمرو فاروق باحث في شؤون التيارات الإسلام السياسي. مرحبا بكما. لو بدأت من عندك أستاذ مصطفى، إذا ضربة أمريكية استهدفت العشاء الأخير لعناصر في هيئة تحرير الشام الإرهابية وفقا للمرصد، ولكن ليست لدينا معلومات وافية، ما التفاصيل المتوفرة لديك؟ نعم، قامت طائرة درونز تتبع لسلاح التحالف الدولي استهداف قرية جكارا وتجمع عليها هؤلاء القياديين المتواجدين في المنطقة نتيجة الدعوة الرسمية قد قدمها أحد الأسماء المتواجدين، وهو صاحب المزرعة التي تمت من خلاله تصفية تلك العناصر، ومن أبرزهم سامر سعاد وأخوته الاثنين، وكذلك مجموعة من قادة حراس الدين الذين يتبعوا بشكل مباشر لتنظيم القاعدة، والذين رفضوا ما تقوم به هيئة تحرير الشام من عملية سياسية أو تماهي مع العملية السياسية، لذلك هم أصبحوا أهداف لدى كل القوى المتواجدة على الأرض السورية، سواء كان من خلال قوات التحالف الدولي أو من خلال القوات الروسية، وكذلك القوات الروسية نتيجة لعدم قبولهم بفك الارتباط بتنظيم القاعدة. يعني الذين استهدفوا فقط من تنظيم حراس الدين، لا يوجد ممن هو منضوي تحت هيئة تحرير الشام؟ هنالك بعض العناصر ممن انشقوا عن هيئة تحرير الشام وانضموا إلى حراس الدين، أو البعض منهم قد شكل فصيل جديد، لكن في النتيجة هم لا يعملوا لدى هيئة تحرير الشام. هذا ليس تبرئة لأحد، لكن هذا توصيف لما حصل في مدينة إدلب. يعني هل ثمة اتفاق برأيك أستاذ مصطفى ما بين التحالف
والهيئة تستهدف الحراس من الأرض والتحالف يستهدفهم من الجو؟ لا أعتقد بصحة تلك النظرية، نظرا لأن الولايات المتحدة تمتلك القدرة العسكرية وكذلك القدرة الاستخباراتية ميدانيا من خلال معرفتها الحثيثة لما يجري على الساحة السورية ورصدها المستمر وعمليات المسح المستمرة في محافظة إدلب وغيرها، حيث استهدفت غير ما يسمى القاعدة، هناك تنظيمات إرهابية راديكالية أيضا تتبع لميليشيا الحرس الثوري الإيراني سواء كانت في منطقة جنوبية أو حتى في المنطقة الوسطى وصولا إلى محافظة إدلب. هنالك استهداف كبير لهذه الميليشيات وهنالك مجموعات كبيرة قد قتلت. شكرا لك على كل هذه الإيضاحات، كنت معنا من الحدود السورية التركية الكاتب الصحفي مصطفى النعيمي، شكرا جزيلا. بالانتقال إليك أستاذ عمرو، مرحبا بك من جديد. دائما التحالف الدولي بقيادة واشنطن يتحدث عن استهداف عناصر وقيادات من التنظيمات المصنفة على قوائم الإرهاب العالمي في إدلب ومحيطها، ولكن هل الضربة الأمريكية الأخيرة بهذه الأهمية والنوعية التي تحدث عنها الجيش الأمريكي برأيك؟ ألو، نسمعك، تفضل أستاذ عمرو. لا، هو طبعا عملية استهداف القوات الأمريكية لعناصر تابعة لتنظيم القاعدة في المقام الأول هو بيعد نوع من محاولة القضاء على القيادات الفاعلة أو التنظيمات الفاعلة داخل الشمال السوري زي العناصر أو تنظيم حراس الدين في المقام الأول، وخاصة أن البيان الصادر عن المرصد بيؤكد أن العناصر اللي تم استهدافها دي عناصر منشقة عن هيئة تحرير الشام، وهي بتصدع بشكل مباشر أو على علاقة وثيقة بتنظيم حراس الدين. وطبعا احنا كلنا الجميع يعلم ان هيئه تحرير الشام هي الا ذراع تركيا في الداخل السوري، ومن يعني بتقوم بتوظيفها لتحقيق مصالح خاصه بالتواجد التركي داخل سوريا. معنى ذلك ان تحركات القوات الامريكيه في تلك المرحله يعني هي رساله واضحه طبعا للجانب التركي، رساله واضحه لكل الدول الراعيه للارهاب في الداخل السوري، بيتم من خلالها طبعا توصيل رسائل لبقيه الفصائل المسلحه او التي بتزعم انها يعني فصائل جهاديه بترعى او بتخدم الاجنده الاسلاميه في المقام الاول، لكنها في النهايه بتخدم مصالحها الشخصيه وبتسعى الى سيطره او فرض نفوذها وسيطرتها على الداخل السوري. طبعا يعني احنا امام نوع من التحول في تلك المرحله، خاصه بعد اعلان القوات الامريكيه للقضاء على تنظيم داعش في مارس 2019. الان القوات الامريكيه بتستهدف تنظيم القاعدة والعناصر الموالية بشكل مباشر لأيمن الظواهري، خاصة أن هيئة تحرير الشام كما يعلم الجميع هي كانت يعني أقرب التنظيمات لتنظيم القاعدة، لكنها منفصلة حاليا عن التنظيم ولا تمثل تنظيم القاعدة، لكنها هي الأقرب فكريا وتكتيكيا لتنظيم القاعدة في على مدار السنوات الماضية، وانشق عنها طبعا او خرج من بين صفوفها تنظيم حراس الدين اللي هو بيتمسك بالعقيده القاعديه او التوجهات الصادره من جبهه ايمن الظواهري اللي بتسعى الى اشعال الوضع في الداخل السوري. الحديث يدور عن انه الجانب الامريكي قد يهدف من وراء هذه الغارات التي استهدفت تنظيم حراس الدين الإرهابي لزرع نوع من التفرقة بين الفصائل الإرهابية العاملة في تلك المنطقة، يكثف من استهداف هذا التنظيم بالذات، هل تؤيدون هذا الطرح؟ نسمعك، تفضل. هو طبعا يعني تنظيم حراس الدين بيلقى استهداف من العديد من العناصر في المرحلة الأخيرة، خاصة من هيئة تحرير الشام اللي هي مسيطرة بشكل كامل على الشمال السوري ومحافظة إدلب، وزي ما قلت لحضرتك إن هي بتمثل الذراع التركي في الداخل وبتحاول فرض الأجندة السياسية في المقام الأول للجانب التركي، وعناصر حراس الدين يعني هم مناوئين للسياسات التركية ولديهم بعض التحفظات على السياسة التركية في الداخل السوري، ومن ثم هناك حاله من الاستهداف يعني الذي يتم من حين لاخر، خاصه ان هذه العناصر رافضه للاتفاق الهدنه او الاتفاق التركي الروسي اللي بيعمل على نزع السلاح من محافظه ادلب و
محاولة يعني وقف إطلاق النار. فهذه العناصر بتمثل نوع من تأجيج الأوضاع في الداخل السوري في الشمال السوري تحديدا، ومن ثم هي في مرمى استهداف العناصر والتنظيمات الأخرى اللي هي يعني بيتم تحريكها من خلال المخابرات التركية في المقام الأول، إن المخابرات التركية لها دور واضح على أرض الواقع في الداخل السوري وفي الشمال السوري تحديدا لفرض السيطرة والنفوذ التركي في الداخل السوري. نريد معرفة إذا مدى قدرة هذه الفصائل الإرهابية، سواء هيئة تحرير الشام، تنظيم حراس الدين، كتائب ما تسمى بالفتح، وما مستقبلها برأيك؟ طبعا في ظل الضربات المتتالية التي ينفذها التحالف الدولي بقيادة واشنطن. هو يعني مستقبل هذه التنظيمات في المشهد الأخير، يعني نحن أمام نوع من الانسحاب والتدهور والتفكك التنظيمي لعدد كبير جدا من التنظيمات الإرهابية الموجودة داخل سوريا تحديدا، خاصة في ظل انهيار أركان دولة تنظيم داعش اللي كان بيمثل القوة يعني الكبرى في هذه المنطقة، ومن خلال طبعا تأسيس دولة ذات أركان ومساحات ويعني دواوين خاصة دي، كل ده انهار طبعا تباعا للضربات الأمنية والملاحقات وقوة أيضا التحالف السوري الروسي اللي هو عمل على تحجيم هذه التنظيمات. ايضا هناك نوع من التراجع من او نوع من يعني الاداره الامريكيه الان بتضع هذه التنظيمات في مرمى الاستهداف، هناك خطه من الاداره الامريكيه لتصفيه هذه العناصر بشكل او باخر، خاصه ان ده كان موضوع على اجنده يعني ترامب خلال الانتخابات الماضيه، وهو الان بيحاول تنفيذ هذه الوعود على ارض الواقع من خلال طبعا القضاء على تنظيم داعش، القضاء على تنظيم او هيئه تحرير الشام، القضاء على تنظيم حراس الدين، وهناك علاقه اصلا تمتد علاقه سجال ما بين تنظيم القاعده وما بين الاداره الامريكيه على مدار العشر سنوات او الماضيه منذ يعني احداث 11 سبتمبر، هناك حاله من الملاحقات المستمره. فهذه العناصر يعني تنظيم حراس الدين تحديدا هو بيلقى عنايه او بيلقى تركيز واضح من قوات التحالف الامريكي في تلك المرحله بهدف القضاء على هذا التنظيم نهائيا وبقايا تنظيم القاعده في الداخل السوري وداخل ايضا دوله العراق. بالنسبه لهيئه تحرير الشام، هيئه تحرير الشام هي مدعومه بشكل مباشر من الجانب التركي، هناك محاولات لتحويل الهيئة إلى وجهة مدنية ويعني أن تكون بمثابة ذراع بيعمل على تنفيذ السياسة التركية بعيدا عن الجانب العسكري، يعني عشان كده هنجد أن يعني وفقا للاتفاق اللي تم ما بين روسيا وتركيا حول مسألة تفكيك كل الفصائل اللي موجودة في إدلب تحديدا، هنجد أن تركيا احتفظت به الهيئة ولم تقوم بفك هذا الكيان، لكنها بتسعى إلى تحويله إلى ذراع مدني لها يكون وجهة. هل قادر على تمرير هذا المأرب النظام التركي قادر على تمرير هذا المأرب رغم أنه هيئة تحرير الشام فرع تنظيم القاعدة في سوريا؟ عفوا، هل النظام التركي قادر على تمرير هذا المأرب في الحفاظ على هيئة تحرير الشام الإرهابية والتصوير على أنها معتدلة رغم أنها فرع تنظيم القاعدة في سوريا رغم تغيير المسميات؟ هو طبعا يعني المخابرات التركية يعني هي التي تدير المشهد وبتضع بعض الاستراتيجيات لتمرير هذا المخطط ايضا بهدف الحفاظ على هيئة تحرير الشام، لانها الفصيل اللي هي راعته على مدار السنوات الماضية، دعمته ماليا، دعمته عسكريا وامنيا، فمن الصعب انها تقوم بفك هذا التنظيم في الوقت الحالي، لكنها يعني هيتم تصديره على انه كيان مدني، كيان بيرعى الشؤون الداخليه، كيان بيمارس السياسه، فهي هتبدا تحجمه يعني بعيدا عن النطاق العسكري بما يضمن لها البقاء في الداخل، او بيضمن للهيئه البقاء في الداخل السوري. طبعا هي زي ما قلت لحضرتك هي بتسعى ان هي يكون لها موضع ثقل، يكون لها حريصه ان يكون لها ذراع موجوده داخل الاراضي السوريه في اطار
العلاقات او السجالات الدائره الان ما بين ايران وبين روسيا وبين الجانب السوري او الحكومه السوريه حاليا، هي طبعا هيئه تحرير الشام بتمثل لها حجر الزاويه، بتمثل لها الذراع الاساسيه اللي من خلالها بتضمن بقائها وتواجدها في الداخل السوري، بتضمن من خلالها تنفيذ اجندتها وتمرير مشروعها في الداخل. اعتقد ان هناك العديد من العناصر يعني المنتمين لهيئه تحرير الشام على علاقه وثيقه بالمخابرات التركيه بيتنقلوا وبين تركيا وبين سوريا دورات وتدريبات في الداخل التركي. هل ذلك سيكون مقبول امريكيا روسيا؟ هل سيكون ذلك مقبول روسيا امريكيا لحفاظ النظام التركي على هيئه تحرير الشام الارهابيه؟ لا اظن ذلك، لان كل هذه العناصر وكل هذه القيادات عدد كبير منهم موضوع على قوائم الارهاب الدولي، هناك رصد لهذه العناصر، يعني هيكون هناك استهداف واضح لبعض العناصر او ان تضطر تركيا الى تسليمهم في السنوات المقبله اذا تعثر الامر امامها. يعني هذه العناصر في المقام الاول هي مستهدفه، متورطين في اعمال عنف على مدار السنوات الماضيه، هم على قوائم الملاحقه، من الصعب جدا ان هم يتم دمجهم في المجتمع السوري على انهم عناصر سياسيه، وهذا الامر لن يكون يعني مرحب به من الجانب الروسي تحديدا، لان زي ما قلت لحضرتك ان كان هناك يعني في اطار المفاوضات ما بين تركيا وبين روسيا ان يتم تفكيك كل الفصائل المسلحه الموجوده في الشمال السوري من بينها طبعا هيئه تحرير الشام بقياده ابو محمد الجولاني وعدد من الفكره. شكرا جزيلا لك، تجاوزنا الوقت المخصص، شكرا جزيلا لك على كل هذه الايضاحات. من القاهره عمرو فاروق، باحث في شؤون تيارات الاسلام السياسي، شكرا جزيلا. بعد الفاصل الدنمارك وسحب الاقامه من اللاجئين السوريين.